يساعد في حل مشكله البطاله. نعم. يعني النهارده ان احنا بنعمل مشروعات تنمويه على مستوى الوطن، يبقى انا النهارده هساهم في حل جزء مشكله. نعم. البطاله. الناس بتشتغل. ايضا ان احنا عايزين ناكد ويعني ونوضح للناس ما يحدث في الدوله المصريه، ونرد على كل الاشاعات وكل الناس اللي بتحاول توقع الدوله المصريه. نعم. احنا لا، لان ده ظهير شعبي هيبقى موجود على مستوى الوطن كله. نعم. يعني ممكن ما فيش قريه مصريه مش هيبقى فيها التحالف. نعم. هيبقى في قريه والمدينه والمركز. اقوى من الاحزاب بكثير بكثير بكثير، لان انت كمان النهارده انت بتشتغل حاجه تنميه. اه انت بتشتغل رعايه. لا، وما عندك حزب عنده كل الاعداد ديت والارقام ديت. لا لا لا، يوصل لا لكل الناس ديت. لا يعني هي رعايه وتنميه، وبعدين هو في التحالف هيبقى بالنسبه لتركيباته ممكن يبقى جمعيات، ممكن يبقى مؤسسات. نعم. ممكن اشخاص طبيعيه، ممكن اشخاص اعتباريه. نعم. يعني مش بالضروره يبقى جمعيات ومؤسسات اهليه، لا. آه. ده ممكن هيضم كيانات اخرى. آه. من مثلا شركات. آه. ممكن رجال اعمال وهكذا. آه. فالتحالف مفتوح للجميع يعني. آه يعني ممكن رجال اعمال ما عندهمش مؤسسات خيريه ينضموا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كلنا بنكمل بعض وعشان نوقف الدوله على رجليها يعني. عظيم. ايضا ان احنا النهارده من خلال التحالف ومن خلال التحالف ده، طب مصادر تمويله منين؟ اشتراكات اعضاء. ممكن برضه طبعا. لا مفتوحه. مفتوحه. اللائحه بقى اللي هنعملها كل واحد بقى وهنعمل اللائحه يعني. وبعدين انا شايف كلهم يعني فعلا. طيب الشركات وايه كمان قبل ما نروح التبرعات؟ تبرعات. برضه عائد استثمار المشروعات اللي التحالف هيقوم بيها. يعني التحالف عمل من حق التحالف يعمل صناديق استثماريه. او مشروعات. وعائد المشروعات نصرف بيه على المشروعات. في ايه؟ انا ممكن النهارده اعمل مشروع انتاج حيواني ضخم. ممكن اعمل مشروع انتاج مثلا استصلح اراضي. ممكن النهارده اعمل مشروع ضخم، عيادات كبيره، مستشفيات. كبيره. نعم. والدخل اللي يجي اصرف بيه على الناس كاستثمار. استثمار يعني ندخل في هذه المشروعات استثمار. استثمار. والارباح او العوائد. نعم. بتعود على المواطنين اللي هم الاكثر احتياجا اللي احنا بنستهدفهم يعني. كويس. ده برضو مساهمه الدوله. الدوله لو حبت تساهم اهلا وسهلا. كل او اي امور يعني ممكن تدفع مبلغ الدوله في الاول كده. اهلا وسهلا. او في الاخر. او في اي مشروع. في او في شراكه. نعم. انا ممكن اعمل بروتوكول مع الحكومه. طبعا. او الوزارات المختلفه. انا عامل بروتوكول مع الزراعه. وعامل بروتوكول مع وزاره التضامن الاجتماعي. ومع التخطيط. نعم. ومع رجال اعمال. وبالمناسبه في رجال اعمال محترمين جدا بمؤسساتهم انضموا وياسوا في ساده نواب كلهم. نعم. يعني النهارده في بقول لحضرتك عدد كبير جدا عايز ينضم للتحالف. وطبعا في اليه. هل هو يعني اختياري. نعم. ولا اجباري؟ نعم. الدخول يعني. لا، الدخول او الخروج. الدخول او الخروج. اختياري. اختياري. يعني حضرتك دخلت التحالف وما عجبكش الحال عايز تمشي مع السلامه، ولا في مشكله ولا عقوبات ولا عقبات ولا في مشكله شيء. ولا في مشكله. نعم. يعني هو تنظيم اختياري. نعم. طب هل هو بيتعارض؟ لا قبل ما يتعارض. لو انا عايز انضم النهارده انضم ازاي؟ هو آلية انضمام. هو الأول هتبقى فيه لجنة مؤقتة تبقى لآخر مادة في مشروع القانون أو قانون اللي تطلع عليه النهاردة. اللجنة دي هتبدأ تدعو لجمعية عمومية من الجمعيات اللي موجودة. وبعدين النهاردة بعد كده الانضمام حاطين شرط يمكن يعني قوي شوية. أيوة. طالما هذا الموضوع يتبع رعاية ومسؤولية كبيرة رئيس الجمهورية، هيبقى فيه موافقة رئيس الجمهورية على الانضمام للجمعيات. اللي عايز يدخل موافقة الرئيس. أيوة. هيتعرض الاسامي على القنطرة حتى لو جمعية صغيرة في قرية او ناجحة. احنا نرفع الامر ليه بس ليه؟ لها حكمة يعني. ايه؟ يعني حكمتها ان احنا عايزين جمعيات. ده تطوع عمل اهلي. بس عايزين جمعيات جادة. ايوه. جمعيات بعيدة ما فيهاش اي شبهات. ملهاش اي توجهات ضد الدولة او ما شابه ذلك. فيهمنا الجدية في هذا الموضوع. نعم. ممكن فخامة الرئيس بعد كده يفوض او حاجة ما شابه ذلك دي واردة. نعم. او في اللائحة التنفيذية هتطلع. لكن المرحلة الأولى رئيس الجمهورية لازم يوافق. لأنه على انضمام أي جمعية للاتحالف. يعني أما أنت أما رئيس الجمهورية اتحط إن هو يدعم. ويتابع. نعم. ويرعى هذا الكيان. نعم. يبقى من حقه أن يكون في ضمانات للناس اللي هتنضم تكون على مستوى معين من الكفاءة، من الجدية، من النزاهة وما شابه ذلك. نعم. يعني برضو التحالف النهاردة بالنسبة لي يعني هل هو في تعارض مثلا مع الاتحاد العام للجمعيات الاهليه؟ في بعض الساده النواب من الارض قال اللي حضرتك رئيسه. اللي انا رئيسه. لا، مفيش تعارض. مفيش. ليه مفيش تعارض؟ هيتلغي. طيب الاتحاد العام للجمعيات هيتلغي؟ لا هيتلغي؟ لا يا فندم. ما لغوه، مفيش الغاء. ده قانون موجود، وده موجود بقوه القانون، قانون 149. ده الاتحاد انضم مع التحالف. انضم. هو التحالف فكرته يا احمد بيه؟ احنا مجموعه جمعيات او مؤسسات افراد. كل واحد مننا بيشتغل منفردة. بنقول ما تيجي نقعد مع بعض ونشتغل مع بعض. بس ده ببساطه جدا. نعم. التحالف بيضم مجموعه جمعيات او مؤسسات او كيانات مختلفه. نعم. الاتحاد العام تشكيله من
مجالس ادارات الاتحادات الاقليميه والنوعيه. الاهداف مختلفه. نعم. انا اتحاد العام الامبريلا مظله العام الاهلي في مصر. لا بس انا شغال كاتحاد عام شغال والتحالف شغال طبعا، ولا خلاص اوقفنا ده ودخلنا كلنا تحالف؟ لا الاثنين شغالين وشغالين وبقوه كويس، والهدف العام هو مصلحه المواطن زي ما حضرتك قلت. نعم. يعني احنا النهارده اهدافنا جزء تنموي وجزء رعايه. يعني احنا عايزين بالعكس، ده انا هيبقى فيه زخم وهيبقى فيه نشاط اكثر وهيبقى فيه تبادل خبرات اكثر وهيبقى المواطن في الاول هو المستفيد اكثر. وانا شايف ان التوقيت ده احسن توقيت مناسب يعني ميلاد التحالف. ليه توقيت مناسب؟ احنا النهارده حضرتك في ظروف اقتصاديه صعبه.